اهلا بكم من جديد. بعد الارقام اللي انا قلتها لكم الحقيقه في هذا التحليل الاقتصادي النهارده، بعثه صندوق النقد الدولي بقالها عدد من الايام الحقيقه بتلتقي بعدد من المعارضه او من ممثلي المعارضه، كانت اتقابلت مع الدكتور عمرو حمزاوي، كانت اتقابلت مع السيد عمرو موسى، كانت اتقابلت مع النهارده ايضا التقت بالدكتور البرادعي، وانتهى منذ قليل ايضا لقاء مع حمدين صباحي والتيار الشعبي. لكن خلونا الاول نحلل يعني كل هذه الارقام ونحلل موضوع القرض، وبعدين نرجع لصندوق النقد الدولي. معي على الهاتف الدكتور هاني سري الدين، رئيس هيئه الرقابه الماليه الاسبق والمحامي المعروف طبعا. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، اهلا. يعني كنا بنحلل الايجابيات والسلبيات لقرض القطري والقرض الليبي او الوديعه الليبيه. في النهايه 5 مليار دولار هتدخل الخزانه المصريه او هتدخل البنك المركزي المصري. ماذا يقلقك في هذه القروض؟ الحاجة الوحيدة الرئيسية في هذه المسألة ليست مشكلة السيولة، يعني طبعا توفير أي سيولة في المرحلة الحالية مما لا شك فيه تمثل قبلة حياة، ويعني تخلينا نعوم شوية الوضع الحالي. لكن الأخطر من هذه المسألة أنه الجميع أو الحكومة تتحدث عن الاقتراض من قطر، من ليبيا، من صندوق النقد، ولم نشهد حتى هذه اللحظة خطة اقتصادية واضحة ماذا ستفعل الحكومة في المقابل لإنقاص العجز، لمواجهة عملية الإنفاق العام، فيما يتعلق بالسياسة النقدية، فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار. لأنه الاقتراض فقط دون وجود خطة واضحة ورؤية واضحة ومعايير واضحة هيتم عليها على أساسها الإصلاح الاقتصادي، مسألة في منتهى الخطورة، ولا تعني سوى عملية، أنا آسف اللفظ، ترقيع مؤقت للثوب المهلهل، ودي مسألة في منتهى الخطورة. ليس لدي أي مانع وليس لدي أي مشكلة إن أنا أقترض على المدى القصير لمواجهة أزمة عاجلة في السيولة، لكن ده مشروط بأنه يكون في المقابل عندي خطة اقتصادية وخطة إنقاذ واضحة للاقتصاد الكلي ولتحسين المناخ. للأسف ده ما بنشوفوش دلوقتي، والأخطر أن يكون في رأيي أن المسألة مجرد كذب للوقت، وعاوزين نستنى بقى بعد انتخابات مجلس التشريع عشان ناخد الإجراءات الأكثر صعوبة والتي قد يكون لها يعني تداعيات اجتماعية سلبية. ده كلام ناحية سياسية في منتهى الخطورة، يعني يتعارض مع فكرة الشفافية، يتعارض مع فكرة مصارحة الناس بما نريد أن نقوم به، ويعني أيضا تأجيل الحلول الجذرية، وكلما أجلنا كلما تفاقمت المشكلة الاقتصادية. طيب ربما تفكر الحكومة أن أنا دلوقتي مش هقدر، يعني في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة دي أنا ما أقدرش أن أنا يعني أقوم بإجراءات تقشفية أكتر من كده، ما أقدرش أن أنا أخفض يعني موضوع الدعم، ما أقدرش أن أنا يعني ازود الاعباء الناس اكتر من كده. هل ايه اللي المفروض يعني يحصل؟ ان يتم تنفيذ ذلك الان، ولا انت شايف انه لو اتاجلت لما بعد الانتخابات ففي ده نوع من الخداع السياسي؟ وانا النهارده لازم اقول طيب ايه الاجراءات. هو في كل متفق على ان هناك اجراءات، لازم مواجهه الدعم بشكل حاسم، عندي مشكله طاقه وسولار هواجهها ازاي، عندي مشكله في نقص السيوله النقديه وفي العملة الأجنبية هعمل فيها إيه، وفي المقابل حتى إذا افترضت أن أنا أريد أن أرجع وأطبق هذه الإجراءات على مراحل مختلفة، على سنة، على سنتين، على ثلاثة، حد يطلع يقول من الحكومة صحيح. إيه الإجراءات اللي عاوز تطبقها؟ إيه اللي عاوز تطبقه دلوقتي وإيه اللي هيأجله؟ وبعدين في حاجة تانية كمان، هو أنا تحسين مناخ الاستثمار ومواجهة وتحسين الوضع ومواجهة الأزمة دي مسألة محتاجة؟ يعني محتاجة أن أنا أقعد أأجل كل هذا التأجيل؟ محتاجة أن أنا أخفي هذه الرؤية؟ ما هيش سر حربي. طيب والحقيقة الأهم إن احنا نعرف هذه القروض اللي هي يعني تكبل الأجيال القادمة بأعباء جديدة، شروطها إيه؟ إزاي يا أستاذة لميس؟ يا أستاذة لميس، أنت النهارده عندك خدمة الدين أصبحت بتاكل أكثر من 25% من الموازنة العامة، هزود أهلا وسهلا، لكن في المقابل إيه الإيرادات اللي أنت ناوي تجيبها؟ إيه ناوي تواجه هذه المسألة إزاي؟ هتعمل ايه في التعليم ونفقاته؟ ما لازم حد يطلع يقول لنا من الحكومه. الله، هو انا هقول ان انا استلم همشي؟ انت عارفه النظريه ان احنا لازلنا نتعامل مع مصر ومع الشعب المصري بسياسه
يعني التجاره اللي هي التاجر عارفه اللي هو مانيفاتوره جوال اليوم بيومه. ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش ال 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 ان يبقى 8 مليار من قطر. هل تركيز مع يعني سعادتنا وكل الكلام ده، لكن 8 مليار من قطر تكريس الاقتراض من دوله واحده، كرجل بقى اقتصادي يعني كرجل يعني متخصص في هذا الشان، يعني ده في خطر، في قلق على القرار الاقتصادي والسياسي؟ طبعا في ظل الغموض المحيط بكل هذه المسائل، طبعا الى جانب المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه في جزء سياسي مهم، لانك انت في النهايه بتحطي معظم اقتراضاتك من دوله واحده. هل هذا سيؤثر على التوجه السياسي؟ هل هذا له ثمن سياسي؟ هذه مسائل مشروعه، يعني احنا مش بس بنكسر في مقادير في الحكومه، لكن لا من حق المواطن ان يعرف، لانها ليها اثار على المستقبل وليها اثار على الاجيال القادمه وليها وبتزود في العجز. ويمكن حضرتك اتكلمتي، انا ما لحقتش كل لا بس اتكلمت عن العجز وعن وصلنا في المراحل التي كنا عليها عام 91 في نفس المعدلات، وكانت وضع في منتهى الخطوره قبل ما يحصل حرب الخليج الاولى ويتم رفع نص اقتراض الدوله. فهذه الامور في منتهى الخطوره ولها تاثير على اجيال جيل واثنين وثلاثة جايين، يعني لازم نناقش هذه المسألة بموضوعية. لا يجب أن نتعامل مع المواطن المصري على أن الحرب خدعة، ما ينفعش حرب خدعة. بشكرك دكتور هاني سري الدين، بشكرك شكرا جزيلا دكتور هاني سري الدين رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق. الحرب خدعة والاقتصاد واضح أنه خدعة. معي على الهاتف أيضا الأستاذ عبد الحليم الجمال وكيل أول لجنة اقتصادية بمجلس الشورى، وطبعا عن حزب النور. أستاذ عبد الحليم مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. يعني انتوا كان ليكوا اولا التقيتوا ببعثه صندوق النقد الدولي، لو تقول لي ماذا جرى في هذا اللقاء، ماذا قلتم له وماذا قالوا لكم؟ طيب اولا تأذني لي استاذه لميس ان احييك واحيي معاونيك على التقرير الرائع الذي عرض في بدايه الفقره. اشكرك يا فندم. اسال الله عز وجل ان يهديك سبله وان يشرح صدرك وان يملأ قلبك بفيض الايمان به. الله يكرمك وجميل التوكل عليه. ايه الدعوة الحلوة دي؟ ربنا يكرمك. الله يبارك فيك، طبتي وطابت ايامك وتبوأت من الجنة منزلا ان شاء الله. اللهم امين. اللهم امين. الله يبارك فيك. اتفضل. بس في البداية ان شاء الله يعني اوضح للمشاهد الكريم ان الاقتراض الخارجي لا يختلف اثنين من المهتمين بالشأن الاقتصادي انه يؤثر على ارادة الوطن ويضرب حرية قراره الاقتصادي في مقتل. لانه من المعلوم لدى كل مراقب منصف أن مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي مؤسسات ضاغطة في ظروف المحنة وتحت وطأة الحاجة لتحقيق أغراض سياسية، هي ليست مؤسسات مالية خالصة. ولعل تجربتنا كما ذكرتي معليك في أول البرنامج مع صندوق النقد الدولي ومع البنك الدولي في نهاية ثمانينات القرن الماضي توضح بما لا يضع مجال للشك هذا الخطر، حيث كان الدين العام الخارجي وقتها يقترب تقريبا من 52 مليار دولار ولم يخرج مصر من أزمتها في ذلك الوقت سوى أزمة الخليج الثانية، صحيح، التي كان لمصر فيها موقف سياسي مؤيد للغرب، وهو ما دفع مؤسسات التمويل الدولية إلى الاتفاق على تسوية هذه الديون وإسقاط 50% منها كما ذكرت معاليكي. لكن الكلام الذي يعني كان منقوصا وكان من الواجب أن يقال بعدها أنه مع هذا الإسقاط أيضا ومع معاونة مصر ومع اتفاقها على حرب الخليج الثانية كان هناك إلزام بتطبيق توجيهات تتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري. ومن هذه التوجيهات الكارثة التي أسماها وزير التنمية الإدارية آنذاك بسياسة إغلاق المحابس، حيث توقفت الدولة تماما عن تشغيل الخريجين إلا ما ندر، وترتب على ذلك أزمة البطالة الطاحنة التي يعرف الجميع آثارها الخطرة والتي لا زالت قائمة حتى الآن. عشان وقتنا بس يا أستاذ عبد الحليم، لو تقول لي برضو ماذا دار في لقائكم مع صندوق النقد الدولي، قلت لهم إيه؟ أنا قريت لكم تصريحات الحقيقة أنه الحكومة لا تقدم أرقام واضحة ليكم، أنتوا الشريك الأول، أنتوا حزب النور، فيعني وأن أنتوا بتعرفوا الأرقام من صندوق النقد، هل هذا صحيح؟ نعم، نحن يعني لدينا يعني يقين أن حكومة الدكتور هشام قنديل يعني حكومة قد استنفذت أغراضها وأنها يجب أن ترحل. هذه الحكومة تحيط المشهد السياسي بغموض كبير جدا،
الشعب وهو الشريك في الإصلاح ليس شريكا في معرفة الحقيقة. الناس لا تعرف الحقيقة ولا تعرف إلا القليل جدا منها. اليوم كان هناك لقاء بين وفد صندوق النقد الدولي وفريق عمل اقتصادي من حزب النور. هذا الفريق كانت مهمته اليوم أن يسمع وأن يسأل ويسمع إجابة لبعض توجساته وشكوكه. والحزب لم يتخذ على إثر هذا اللقاء قرارا، لأنه رفع تقرير إلى اللجنة الاقتصادية بالحزب لتقدير الموقف وتقييم ما حدث. الأمر في مجمله أن صندوق النقد الدولي يرى أن مصر تمر بأزمة اقتصادية كبيرة، وأن مصر عضو في هذا الصندوق، وأن من حقها أن تطلب قرضا، ولكن هذا القرض يتطلب مجموعة من الإصلاحات، ومن ضمن هذه الإصلاحات حزمة التشريعات الضريبية التي دخلت مجلس الشورى مؤخرا، والتي ينفي إخوتنا وأشقاؤنا في الحرية والعدالة أن هذه التعديلات لها علاقة بالإصلاح الذي يمرر قرض صندوق النقد الدولي. الحقيقة أن خبراء الصندوق قالوا اليوم صراحة أن هذه الإصلاحات إصلاحات جاءت بتوجيه من البنك الدولي لضمان على الأقل سداد القرض الذي تم. يعني قالوا لكم إن البنك الدولي هو الذي أوصى بهذه الإصلاحات؟ نعم. أنا عارفة إن أنتوا رفضتوا إجمالا وليس تفصيلا. أنا عارفة إن أنتوا رفضتوا في حزب النور داخل المجلس كثير من هذه التعديلات. نعم نحن رفضنا لأسباب كثيرة. مفهوم. يعني أولها إنه هذه التعديلات إذا كانت مرتبطة بالقرض فيجب أن تعرض هذه التعديلات على الشعب جملة واحدة وتناقش مع القرض أيضا حتى يعلم الناس ما هي الأعباء التي يجب عليهم أن يتحملوها من أجل هذا القرض. رؤية متكاملة نفهم القصة كلها على بعض عاملة إزاي. نعم. نسأل المولى عز وجل إن شاء الله أن ربنا سبحانه وتعالى يفيض على هذه الحكومة أن تعرض على الناس يا رب الحقيقة مفصلة. اللهم أمين. ما أظنش. عموما بشكرك، لكن لسه النور حزب النور لم يعلن قراره بشأن قرض الصندوق. لم يعلن بعد. طيب أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد الحليم الجمال وكيل أول لجنة الاقتصادية بمجلس الشورى عن حزب النور، ومعي على الهاتف أيضا دكتور عزازي علي عزازي عضو مجلس أمناء التيار الشعبي، والذي انتهى اجتماعه منذ قليل بوفد صندوق النقد الدولي. دكتور عزازي مساء الخير، أولا ماذا قلتم للصندوق؟ مساء الخير يا فندم. مساء النور. الصندوق يعني مجيء النهارده يعني تعبير عن الحقيقة مرحلة صعبة جدا دخلت فيها مصر، يعني فيما يتعلق بالانهيار الاقتصادي الحادث، واحنا مش محتاجين ان الصندوق يقول لنا هذا الكلام، يعني نحن نعرفه جيدا ونعرف الاسباب التي ادت الى ذلك، وعندنا من البدائل ما يحقق يعني انقاذا لهذا الوضع، واقمنا مؤتمرا للبديل الاقتصادي. يعني انتوا قلتوا للصندوق ان التيار الشعبي يرفض هذا القرض؟ طبعا ده من حيث الموقف، يرفض هذا القرض لو انه حمل الفقراء اي اعباء اضافيه. فقراء اي المعدمين عمال وفلاحين وطبقه متوسطه الى اخره، اصحاب الكتله الغالبه من الشعب المصري. طيب. اي قرض يحمل هؤلاء يعني يبقى جزء من ضريبته تحميل الشروط، يبقى رفع الدعم عن السلع الاساسيه اللي بتتحملها الشريحه الاكبر في مصر، ده كلام مرفوض من قبل. طيب هل هم افصحوا لكم عن البرنامج الاقتصادي السري اللي احنا ما نعرفش عنه حاجه للحكومه المصريه، او عن شروطهم، او عن لم يعني تفضلوا بشرح هذه الشروط تفصيليا، لكن اشاروا الى الاصلاح الضريبي تقبل به سعاده النائب الان وهو ما نوقش دولار، تحدث عن استبدال الدعم السلعي بالدعم النقدي، تحدث عن اهميه تحديد رائح الفقراء، اشاد باقتراح الحكومه الخصم الطاقات الذكيه لتوفير الطاقه، تحدث عن تحرير الصرف ايضا، دي سياسه ثابته في الصندوق، يعني ليست بعثه اليوم يعني جديده عليها. نعم. شروطه مفهومه جدا بالنسبه لنا،
احنا تحدثنا معاه عن يعني اصلاح الدعم، سمع وجهه نظرنا، كان الامر اشبه بندوه الحقيقه، بداول فيها العراق، تحدثنا عن اصلاح الدعم وعن يعني عدم تمتع الراسماليه الكبرى واصحاب المصانع الكبيره في يعني دعم الاغنياء، ها نعم، واعاده هيكله لصالح دعم الفقراء والطبقه الوسطى، وتحدثنا عن افكار كثيره جدا من ضمنها احلال الغاز مكان السولر، ده يوفر يعني اكثر من القرض مرتين، وافكار اخرى كثيره في استثمارات يعني محليه قائمه على الموارد الطبيعيه، وتشغيل العمال، نسب التشغيل عندنا زادت عن 13%، صحيح، معدل عالمي 4%، تحدثنا تفصيليا عن مشاريع بديله، عن بدائل يعني، بدائل، لكن في رفض مبدئي لاي شروط تجور على حق المواطن محدود الدخل، نعم، في مصر، واشرنا الى قضيه هامه جدا برضه تتعلق بالجزء السياسي، لم نناقش معهم اي يعني مؤشرات سياسيه، لكن اكدنا اهميه انه الاستثمار المحلي هو البيئه الصالحه للاستثمار الاجنبي والخارجي، وان الخلاف السياسي بيننا وبين الحكومه او حكومه الدكتور مرسي لا يعني اننا سنقف عائقا امام طبعاً اي تجاوز للازمه الاقتصاديه واي حل لها بالقدر الذي لا يمس المواطن، لكن اذا استفاد منه المواطن اكيد يعني سوف نرحب به في اطار الشروط التي تحدثنا فيها. شكرا، شكرا، اشكرك، شكرا دكتور عزازي علي عزازي، عضو مجلس امناء التيار الشعبي الذي اعلن مبدئيا رفضه لقرض صندوق النقد اذا ما حمل محدودي الدخل اعباء جديده، وقدم البدائل للصندوق، لكنه قالوا ان احنا مش هنقف عقبه امام يعني اي استثمار ياتي لصالح او اصلاح للبنيه الاقتصاديه، بالتاكيد ما حدش ممكن يقف قدام الاصلاح البنيه الاقتصاديه، وزي ما قلنا برغم اختلافنا المبدئي مع سياسه الاخوان، لكن لما بيجي لنا حاجه كويسه بنقول ان له ايجابيات، لكن سلبياته واضحه جدا، مش القرض الصندوق ولكن القروض من قطر وليبيا سلبياتها واضحه، الاعباء على الاجيال القادمه اللي ما يعرفوش مين اللي هيدفعها، طب ولو ما قدرناش ندفعها ياخدوا حصص مثلا من شركات، ياخدوا حصه من قناه السويس، ياخدوا حصه من حاجه، وبالذات ان احنا هنضطر ندفعها مره واحده بالك، يعني هتيجي مثلا الماتيوريتي بتاعتها بعد 5 سنين، بعد 5 سنين ما عندناش فلوس او في ازمه او اي شيء، انت بعد 5 سنين ضامن ان انت تقدر ترجع الفلوس دي، ولا هتديهم حصص بقى في حاجات وفي اصول؟ ونسال برضو عن الصكوك، لكن ما عندناش وقت النهارده. الحقيقه ان اصداء اللقاء ما بين الفريق السيسي والدكتور مرسي اللي كان مفاجئ منذ ايام قليله عامله اصداء كبيره جدا في الاوساط السياسيه المصريه، سواء الاوساط المحليه والاوساط الاجنبيه خاصه، وان كان في تسريبات قبلها على صحيفه الجارديان البريطانيه عن تسريبات من تقرير تقصي الحقائق حول تورط الجيش في يعني تورط في اعمال عنف وفي غياب ناس وفي تغييب ناس وفي عمليات عنف خلال الثورة، ثورة 25 يناير. الحقيقة ان كل هذا التقرير لم يخرج للنور، المفروض ان هو عند النيابة بتحقق فيه، لكن ما تسرب منه كان الجزء الخاص بشهادات لناس تم استجوابهم حول قالوا تحدثوا عن تورط قوات الامن سواء من الداخليه ومن الجيش. نسمع جزء مما قاله الفريق السيسي بعد لقائه بالدكتور مرسي، هذا اللقاء اللي تم فيه ترقيه عدد من قيادات الجيش المصري، ونرجع تاني. نكون فاهمين ان القوات المسلحه مؤسسه وطنيه شريفه جدا جدا ومخلصه جدا لبلدها وحريصه جدا على وطنها. انا عايز اقول كمان ان القوات المسلحه بتتاثر جدا باي اساءه توجه لها. انا عايز اقول واقسم لكم بالله للي بيسمعني كل دلوقتي، القوات المسلحه من اول 25 يناير حتى الان، والله واقسم بالله على ذلك، لم تقتل ولم تامر بقتل، لم تغدر ولم تامر بغدر، لم تخون ولم تامر بخيانه. عايزين نخلي بالنا من القوات المسلحه، وارجو من كل اللي بيسمعني ان هو يخلي باله قوي قبل ما يسيء لجيشه وقواته المسلحة. القوات المسلحة قوات شريفة وطنية مخلصة، وبتتأثر بشدة ضباطها، صف ضباطها وجنودها بأي إساءة توجه لهم. يا ريت نبقى كلنا
نخلي بالنا من كده. شكرا. يعني هو مش انا بس مش عارفه هو الدكتور مرسي واقف يعني ما بيبصش حتى الفريق السيسي، يعني واضح العلاقه الحميمه بينهم يعني عامله ازاي. طيب معي على الهاتف سياده اللواء سامح سيف اليزل رئيس مركز جمهوريه للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. سياده اللواء مساء الخير اولا. اهلا وسهلا. مساء النور. يعني حكيت حضرتك قريت تقرير الجارديان الذي رصد تسريبات من تقرير تقصي الحقائق حول تورط الجيش او بعض افراد الجيش في عمليات عنف خلال ثوره 25 يناير، وده ربما اللي ازعج بالاضافه لاشياء اخرى صدرت من بعض قيادات الاخوان ازعج القوات المسلحه. تعليقك ايه على هذا التسريب؟ اعتقد ان هذا التسريب يعني التوقيت الزمني بتاعه مدروس، يعني ما اعتقدش انه هذا التوقيت كده جه فضل كده او زي ما بيقولوا يعني جه بدون ترتيب. يعني الشيء المعروف والمعلوم ومن تحقيقات كثيره حاول بعض الصاق التهم للقوات المسلحه في احداث لم تكن القوات المسلحه طرفا فيها اصلا، ولكن محاوله لتشويه سمعه القوات المسلحه ومحاوله استعداء الشعب على الجيش. هذه الاكاذيب كلها سواء كانت مش عارف غشاء المقاره ومش عارف الاعتداء على المساجين ومش عارف الكلام اللي كان بيتقال ده كله، ده كلها اتهامات باطله ثابته بالدليل القاطع سواء كان عن طريق الطب الشرعي او التحقيقات انها كلها اتهامات لا اساس لها من الصح. الهدف منها محاوله الوقيعه بين الشعب وبين الجيش. والله انا يعني بقول هذا الكلام ليس دفاعا عن القوات المسلحه اقسم بالله، ولكن حقيقه الامر سردا للحقيقه المجرده بمنتهى الشفافيه. لما القوات المسلحه بتغلط الناس بتقول اه احنا غلطنا واحنا بنعتذر، وحصل هذا الكلام عده مرات اثناء حكم المجلس العسكري. انما ما ينفعش كل تهمه وكل كلمه نبتدي اللي هو نتكلم فيه ونشوه بيها القوات المسلحه بدون. ايوه بس ده جزء من تقرير تقصي الحقائق يا سياده اللواء، لو حضرتك قريت ال 16 صفحه على الاقل اللي متسربين على الجارديان انه بتتكلم على شهادات لبعض ده اللي كان اتاخذ في السجن الحربي وتعذب هناك وما الى ذلك. يعني قراءتك ليه بقى المتمعنه تقول ايه؟ انا قريت 16 صفحه دول عده مرات مش مره واحده، وهناك يعني علامات استفهام كبيره على بعض من ادلوا بهذه نقدر نقول المعلومات، مش عايز اقول انها حقائق على الاطلاق. هي شهادات عشان نكون اكثر دقه يعني. وبعضها اتهامات ليس لها اساس من الصحه زي ما قلت قبل كده. مش بس كده وعايز اقول اكثر من هذا، ان هذا الكلام قبل كده ثبت بالدليل القاطع في عده مرات انه كذب. يعني هناك تحقيقات قد تمت في بعض من هذه الاحداث اللي سردت في ال 16 صفحه وانا شفتهم وقريتهم كويس قوي وثبت بدليل القطع تماما انها كاذبه. طيب. اذا ده فتح باب جديد تاني لمحاوله ايضا اطلاق تهم وتشويه. التوقيت بقى التوقيت، هل لان الجيش دلوقتي لدى يعني الشعبيه زايده شويه في يعني التوقيت انت بتفسيرك ليه؟ طبعا بالتاكيد هذا هو السبب الرئيسي، ان هناك التفاف كبير واحترام كبير وتقدير كل يوم بيزيد بين الراي العام والشعب والقوات المسلحه، هذا لا يريح الكثيرين. وبالتالي التوقيت ايضا انا عليه علامات استفهام زي ما بدات الحديث مع حضرتك وقلت لك ان هذا التوقيت مدروس. ليه لماذا يخرج الان التقرير؟ وهو التقرير ده في ايد مين؟ التقرير ده في ايد اصحابه اللي هم لجنه تقصي الحقائق، واعتقد انه قدم للدكتور مرسي ومفروض ان النيابه بتتحقق منه. فيعني طب ازاي يتسرب بقى؟ ازاي يتسرب ويروح لجريده بريطانيه في الخارج وينشر بهذا الشكل؟ هل هذا برضه كده يعني بدون ترتيب؟ هل هذا غير مدروس؟ ولا هذا بالتأكيد له سبب ومدروس جيدا؟ ترقية اللواءات قادة الأفرع البعض اعتبرها بصراحة يعني أنا أسفة في استخدام اللفظ ولكن رشوة سياسية لاسترضاء الجيش. أولا هذه الترقيات متأخرة، جرى العرف أنها بتبقى بتتم عادة مع التعيين أو بعد التعيين بفترة قصيرة. إنما احنا بنتكلم من 12 أغسطس حتى اليوم، هذه فترة طويلة جدا وكان من المتوقع ان تتم هذه الترقيات من قبل كده. اذا من ناحية الترقيات كانت واجبة ما لهاش حل، كان لابد ان، ولكن ايضا التوقيت الزمني جاء عندما شعرت القوات المسلحة بإهانات شديدة جدا عن طريق الشائعات والاقاويل، مش بس كده والصاق التهم بالقوات المسلحة وإهانة القوات المسلحة وقيادتها، وطبعا ده اثار غضب ولا يزال بيصير غضب الكثير من قيادات القوات المسلحه وضباط القوات المسلحه، وانا بشوفهم كتير وعارف كويس قوي انا بقول ايه. الناس زعلانه جدا وغاضبه لانها يعني عيب جدا ان بقى في ظلم بهذا الوضع
واستمرار الشائعات والصاق التهم بالقوات المسلحه بدون سبب، يعني الناس بعمله شغلها وبعيد عن الحاله السياسيه وملهاش دعوه باي حاجه وبتقوم بواجبها، ورغم هذا مش عاجب. هل عندك معلومات حصل ايه في هذا الاجتماع؟ يعني هل ظهر هذا الغضب للدكتور مرسي؟ لان الدكتور مرسي خرج مسترضيا الجيش وبيقول له يعني طبعا انا لا ارضى بهذه الاهانات وهذا الجيش، يعني قال كلام طيب عن الجيش. هل يعني هم قالوا له على هذا الغضب؟ احنا يعني عضو الحريه والعداله او عضو الاخوان اللي قال كذا وكذا، انا مش هكرر الكلام، الكلام النازل على النت على اللجان الالكترونيه وانا مش هكرره برضه، لكن كل الكلام ده مع هذه التسريب، هل هم عبروا عن غضبهم؟ انا لا ادعي ان انا اعلم بما دار بين الدكتور مرسي وقيادات القوات المسلحه في هذا الاجتماع، ولكن يعني ما تردد بعد ذلك ان هناك بالفعل تم شرح لهذه النقاط اثناء الجلسه. سيادة اللواء، هل المفروض دلوقتي بعد ترقية قادة الأفرع إلى رتبة فريق أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي يرقى إلى رتبة مشير؟ ليه لا؟ شيء طبيعي أن القوات المسلحة المصرية بهذا الحجم وهذه القوة، القوات المسلحة هي المصرية بتجد كل احترام، القوات المسلحة المصرية الوحيدة اللي هزمت إسرائيل في تاريخها كلها. لا أنا قصدي يعني في معرفش في الترقيات يا فندم، المفروض أن الوزير يكون أعلى رتبة من قادة الأفرع؟ ما هو كده اعلى، هو الفريق اول الوحيد، الفريق اول الوحيد في القوات المسلحه. ايوه بس الفريق ضدي رئيس. مين اللي يملك ترقيته الى رتبه مشير؟ القائد الاعلى للقوات المسلحه الدكتور محمد موسى. نعم نعم بشكرك. هل متوقع ده ولا شايف انه مش هيحصل دلوقتي؟ والله نعمل احنا هذا، يعني ليه لا؟ القوات المسلحه المصريه يعني جديره بان يقودها ضابط برتبه مشير، ليه لا؟ نعم بشكرك سياده اللواء سامح سيف اليزل رئيس مركز الجمهوريه للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. وكلمه واحده في هذه القضيه، احنا عايزين التقرير كله، يعني مش عايزين 10 صفحات عن الجيش وخمس صفحات عن الداخليه واللي هو كل واحد مش عاجبه حته في حد يسرب له حاجه، احنا عايزين التقرير كله. هذا التقرير من حق الشعب المصري، من حق الناس، اهالي الناس اللي ذهبت ارواحهم في هذه الثوره. هذا تقرير تقصي الحقائق اللي طالب بيه الدكتور مرسي. احنا عايزين نشوف التقرير كله. لماذا لا يعرض هذا التقرير بشفافيه على الراي العام؟ يا ترى حصل ايه في النيابه؟ يعني التقرير ده بيعرض وبعد كده بيذهب الى النيابه العامه لتحقق فيه، والمفروض ان هو سيضم الى اوراق النيابه في القضيه، لكن يجب ان يناقش هذا التقرير بشفافيه على الراي العام عشان نعرف كل اجمالي هذه الصوره، مش بس الجزء اللي اتسرب عن الجيش المصري، مش بس الجزء اللي اتسرب عن الداخليه المصريه ربما لاهداف ما، ولكن احنا عايزين نعرف الصوره كلها وليحاسب كل من اخطا. والله في الجيش غلطوا يحاسبوا، في الداخليه يحاسبوا، في الاخوان يحاسبوا، في كل مكان اللي غلط يتحاسب، مش نسرب اجزاء لاهداف معينه في توقيتات معينه. اخرج فاصل وبعد الفاصل استقبل الاستاذ الدكتور فاروق الباسم.